طيب مباراه بكره احنا محتاجين منها ايه؟ محتاجين منها الثلاث نقاط. الاهلي الفتره اللي جايه ما بيفكرش الا في حاجه واحده بس، يكسب عشان يخلص الدوري بدري. ايه فكره ان الاهلي يخلص الدوري بدري؟ عشان تستعد للموسم اللي جاي. ما الناس برضو لازم تاخد بالها، الدوري بنسبه 90% على اعتاب مقر النادي الاهلي في الجزيره. خلاص يعني احنا بنتكلم في كلها في ايام قليله جدا. ويعني مش هنروح لأسوأ الظروف اللي انت محتاج 8 نقاط ومتبقي لك 8 مباريات فانت محتاج من كل مباراه نقطه. يعني اكيد طبعا ده مش هيحد يفكر فيه ولا هيحصل عشان يستنى لغايه 26/7، فتره طويله جدا. وصعب على اي فرقه بعد ما لعبت لغايه دلوقتي 51 مباراه لسه كمان في رصيدها حوالي 7 مباريات، فانت داخل في مرحله 58-59 مباراه لسه مباراه الكاس، فانت هتعدي 60 مباراه، مفيش فريق يقدر يستحمل هذا الضغط الكبير من المباريات. فعشان كده كولر والجهاز الفني واللعيبه من ساعه ما رجعوا من نهائي دوري الابطال والفوز على الوداد بالبطوله الافريقيه تركيزهم كله على حسم الدوري مبكرا. حصلت يعني عثره بسيطه في لقاء فيوتشر، ولكن ده وارد نتيجه ضغط الماتشات. انت عامل 9 انتصارات متتاليه، طبيعي ممكن تتعادل مباراه، وفعلا انت تعادلت مباراه مع فريق يعني مش بينافس على البقاء في الدوري، ده فريق ثالث الدوري، اقل الفرق خساره في الدوري، خسر 4 ماتشات. الزمالك اللي هي مباراه قمه، الزمالك خسر 7 ماتشات، فكانت مباراه صعبه. التوفيق كان من حسن حظ فريق فيوتشر، فرص كتيره ضاعت، الاهلي كان متسيد المباراه بشكل كبير، ولكن خلاص مباراه وانتهت. نبدا نفكر ونركز على مباراه الاسماعيلي. كل التركيز على مباراه الاسماعيلي من اجل حصد الثلاث نقاط. كولر هيفكر ازاي؟ هيحضر ازاي للمباراه؟ ممكن مين التشكيله المثاليه؟ اكيد لازم يلعب بالتشكيله الاساسيه في ظل ان الاسماعيلي كمان عايز يطلع باي نتيجه ايجابيه، لان الاسماعيلي السنه دي بيصارع على البقاء في الدوري. الاسماعيلي عنده مشكله في مساله الاستمرار في الدوري الموسم القادم. الاسماعيلي ناقص له 3 ماتشات، لو خسر مباراه الاهلي هو عنده مباراه ثانيه مع فريق منافس ليه في ترتيب البقاء في الدوري مع الداخليه. اي نتيجه سلبيه هتهدد الاسماعيلي بنسبه كبيره للهبوط للدرجه الادنى، فبالتالي من هنا تاتي قوه واهميه مباراه الاسماعيلي مع الاهلي في ظل ان الاسماعيلي عايز نقاط والاهلي محتاج الثلاث نقاط. الاسماعيلي ممكن يقول لك ايه، نقطه ايجابيه مفيده بالنسبه لي، لكن الاهلي بيفكر في الثلاث نقاط. ثلاث نقاط عشان تقرب نوعا ما من اعلانك بطلا للدوري العام. طيب مين العناصر اللي ممكن يعتمد عليها كولر؟ اكيد بنسبه كبيره هيكون موجود محمد شريف، كهربا، احمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسيتاو، كلنا عارفين في وسط الملعب دلوقتي عمرو السوليه مصاب، حمدي فتحي مش موجود لان حمدي خلاص على اعتاب الاعلان خلال الساعات اللي جايه لانتقاله واحترافه في الدوري القطري في انتظار الاعلان الرسمي بعد اجتياز الكشف الطبي والتفاصيل اللي النادي الاهلي هيعلنها في حينها ان شاء الله. ولكن انت بتتكلم في وسط الملعب ما عندكش غير مروان عطيه وأليو ديانجو، بيتم دلوقتي الاستفاده ما بين أفشة وقندوسي. كريستو محمد الضوي، كريستو اللاعب التونسي لعب مباراه فيوتشر في اخر 12 دقيقه وظهر بشكل كويس جدا، ممكن كولر يعتمد عليه ولكن مش في التشكيله الاساسيه. عندك طاهر نزل كبديل، هل ممكن يبدا في التشكيله الاساسيه ولا لا؟ خط الدفاع يمكن من اكتر الخطوط اللي فيها استقرار اكتر، يعني عندك محمد هاني باك رايت، علي معلول باك ليفت، عندك ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم اتنين مساكين، بيجي بعدهم من بعيد شويه رامي ربيعه متولى عنده اصابه وممكن يلحق على نهايه الموسم او يلحق مباريات الكاس. حراسه المرمى في تركيز اكتر على محمد الشناوي لحين حسم الدوري. ففي تفاصيل كتيره قوي على السوشيال ميديا بقى في مساله التشكيله الاساسيه، مين هيبقى مريح الماتش ده، مين هيلعب اساسي، مين هيبقى بره المباراه عشان راحته للمباراه الجايه. انا بتوقع وكلنا شايفين من خلال متابعتنا للتدريبات ومن خلال زمايلنا المراسلين اللي معانا بشكل يومي من تدريبات الاهلي، لا الفريق بيفكر في حسم الدوري. فالمباريات اللي جايه مباريات جماهيريه، ماتش الاسماعيلي، ماتش الاتحاد، ماتش الزمالك، 3 لقاءات جماهيريه، فبتلعب على الانتصار والتسع نقاط عشان تحسم الدوري. بعد ما تحسم الدوري باذن الله ان شاء الله يعني تبدا تفكر بقى في المرحله اللي جايه، مين ممكن ياخد اجازه، مين ممكن نعتمد عليه في المباريات المتبقيه في الدوري. هل كاس مصر لو استمر واتلعبت مبارياته في اول اسبوع من اغسطس ممكن نلعب بالصف الثاني؟ يعني كل الامور دي اكيد هيبقى فيها حسم واعلان تفاصيل كتيره جدا عقب مباراه الزمالك اذا حسمت 9 نقاط في الثلاث لقاءات المقبله.